انت عملت حالة للبيوت. لكن بداية احنا اتكلمنا عن الشهداء، وكان عندنا لسه تطيب رفات القديس ماري مرقص، وانت كمان كنت فيها. النهارده اتكلمنا عن الشهيد مينا، والسنكسار عندنا ما بيتقفلش، وواضح ان احنا كنيسة الشهداء الى ما لا نهاية. يعني خلينا نسمع منك حاجة عن الشهداء، وانا منتظرة ده من اول ما كنت بتكلم مع والدة الشهيد مينا شهيد المطرية. هو الموت في المسيحية مش موت، يعني زي ما الآباء بيقولوا إن هو جسر ذهبي بيعبر بنا إلى الحياة الأبدية. ومكتوب كده، ربنا كان بيقول على نفسه: أنا إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب، ليس إله أموات ولكن إله أحياء. فبقول وبشهد لك ومش خايف وشايل روحي على الكفين، بقدم لك حياتي زي ماري جرجس وابو سفين. ولو دقلديانوس زمنه بقى بيتعاد، لا يمكن اخاف لا من سياف ولا جلاد ولا قناص ولا رشاش معبي الرصاص، ولا من جيش عليا قام وعنده مدرعات تدهس، ولا من مجرمين ولئام، مخافش من ملوك ظالمين ولا من كبرياء حكام، ولا من غاز ومعتقلات ولا من سجن او احكام. ده كل شوية يخترعوا طرق للموت حديثة جداد، ما تفرقش الوسيلة ايه مدام نهايتها الاستشهاد. هقول الحق لو حتى على رقبتي، هقول مؤمن ومتعمد مسيحي، وبفتخر اني بقول اسمك ضد الناس، واقول اسمي لرابع جد، وانا قاصد ومتعمد، ما هم دلوقتي بيسموا اسامي زي باقي الناس. وعرق شجاعتي وسط الموت ده عرق يمد للاجداد، ما تستغربش لما هقول انا بتمنى الاستشهاد. انا مش مع ميدان زمني، انا يمكن اقل الخلق، لكني عرفت ان الموت ما هوش هو النهاية، لا حياة من بعده ولا بتتحد ولا تتقاس. عشان كده مستعد اني اموت في سبيل شهادة حق. انا اكسر قارورة عمري على رجليك، انا اخسر جميع مالية واعتبره نفاية عادي، وكفاية تكون ربحي أنا. لو عشت يبقى ليك، ولو في موت هيبقى ليك منايا أرضيك، أنا ملكك وطوع أمرك يا مولاي. وبالتالي مات الموت وبح، مفيش، ما هو اللي يموت عشان خاطرك لابد يعيش، يغمض عينه هنا على الأرض يفتحها هناك في سماك، ويتمتع بقى برؤياك مع أبدية فرحانة. هاخد لي معاد، عرفته ليه كتير بحلم بالاستشهاد. الله بجد، الله، يمكن كلمات معزية بتدينا أمل فعلا، ويمكن تصبر أم مينا أنه فعلا في حضن السماء وبيستمتع، وبنقول ليه كلنا بنحلم بالاستشهاد، لأن دي كنيستنا بجد.